سياق العقيده الجديده. اولا بدينا كنديروا هيكله الحزب على مستوى الاقاليم وعلى مستوى الجهات، وتبعتوا داكشي للمؤتمرات الجهويه، المؤتمرات الاقليميه، تقريبا المؤتمرات الاقليميه كلهم داروا، المؤتمرات الجهويه كلها تقريبا دارت. ياك حنا بدينا دروك فيما يخص الشباب، لا بدا تكون عندنا شبيبه، لان حزب بدون شبيبه راه ماشي حزب، لان الاشكاليه ديال بلادنا دروك هو الشباب. وكنشوفوا داكشي وكنشوفوا الاشتراف فين تقلع، ان الشباب الى وصل على ان دخلت ليه راسو على ما كيعندوش الامل كيكون اشكال. وبالتالي دات هاد الجامعه الصيفيه في هذا الشكل، دار اتفقنا باش يجيو ثلاثه اربعه من كل اقليم من كل جامعه باش تكون عندنا في حدود 400 واحد. حنا درنا في حدود، ما بغيناش، ما كانش عندنا الفكره باش نديروا هذاك المهرجان الخطابي يجي الزعيم ويهضر وضربوا عليه الرش ويشوف حالهم، ماشي هذا هو شتو البلاطو كي داير. اذن عطينا 400، داروا تقريبا 400 واحد غادي تكون، غادي يديروا واحد 6 ولا 7 ديال الورشات، وغادي تحضروا في الورشات اللي فيه ورشات اللي غادي تدرس فيها نقاش تفاعلي ما بين الشباب وما بين فعاليات ديال الحزب، ما بين مثقفين خارج الحزب اللي غيتفاعلوا فيما يخص واحد العدد ديال الافكار اللي جايبين لهم هاد الشباب ديال اثار ومعاصره. وبناها في هذا الشكل، شفتوا حتى القياده ملي كتهضر بطريقه تفاعليه، ماشي جات الموسيقى ودارت كلامها كما قلت قبيله وضربوا الناس الرش وكل واحد يمشي يتغدى ويشوف حالهم. لا، هنا فيه العمل، ورشات اللي غادي يخرجوا بواحد العدد المتماسات، بواحد العدد الافكار اللي غادي يغنيوا المشهد السياسي ديالنا ويغنيوا كذلك حزبنا بالافكار اللي هي اساسيه. ينظم حزب الاصاله والمعاصره، او بالاحرى شبيبه حزب الاصاله والمعاصره، الجامعه الصيفيه. هذه الجامعه الصيفيه التي ارتاى شباب الحزب ان تنظم وفق يعني معايير او وفق تصور مختلف على باقي الجامعات او باقي اللقاءات الحزبيه اللي كتكون يعني كيطبع عليها الطابع الغالب هو الاهازيج والفولكلور وما الى ذلك. اليوم حزب الاصاله والمعاصره وشبيبته ومن هذا المنبر نحييها عاليا، انها ارتأت تنظيم هذه الجامعه لتدارس مجموعه من 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 من, من المواضيع الهامه والمواضيع الحارقه، والتي طبعا حزب الاصاله والمعاصره دائما لا يجد حرجا في اثاره مختلف المواضيع ومختلف النقاشات العموميه التي يعني كيكون عندها صدى امام عند الراي العام بصفه عامه. وسبق يعني حسب البرنامج ديال الجامعه انه سيتطرق إلى موضوع الهجرة والتشغيل، سيتطرق إلى موضوع الماء كواحد من المواضيع المهمة اللي يعني في إطار السياسة المائية في بلادنا اللي كتشغل الرأي العام وكتشغل بلادنا بشكل عام. فحزب الأصالة والمعاصرة دائما له الجرأة في إثارة هذه المواضيع، وقد سبق له أن أثار مجموعة من الملفات أو مجموعة من المواضيع، منها تقنين القنب الهندي للأغراض المشروعة. وهذا أنا ذاك يعني في النضالات الأولى ديال حزب الأصالة والمعاصرة كثيرا ما انتقد بسبب تبنيه لهذا الملف، واليوم نرى انخراط بلادنا يعني من 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 القمة إلى المواطنين البسطاء، المزارعين البسطاء، اليوم في واحد المسلسل ديال الإنتاج وديال التحويل ديال هذا النبتة التي كانت بالأمس فقط مجرمة ومحرمة وممارستها ممكن أن تودي به إلى السجن. اليوم أصبحت هذه النبتة يعني داخل النسيج الاقتصادي المغربي، وبإمكانها أن تخلق التنمية، وبإمكانها أيضا وهذا الشيء اللي ساهم فيه كذلك العفو الملكي الأخير حول المزارعين ديال القلب الهندي. فهذا الموضوع هذا اللي كان كيترافع عليه بالأمس حزب الأصالة والمعاصرة أصبح اليوم مصدرا أو رافعا من روافع التنمية في بلدنا. هذه الجامعة الصيفية فرصة لتعزيز العلاقات بين شباب الحزب على الصعيد الوطني، كيتلاقاو كيديروا ورشات، كيديروا ورشات تكوينيه ندوات، وكذلك لتبادل التجارب والخبرات مع قاده الحزب كما كتشوفوا، مع القياده الجماعيه ومع القاده الاخرين، وكذلك لتعميق فهم رؤيه البرامج الحزبيه الحزب ديالنا، وزائد استراتيجيه المستقبل ديالو. هذا هو المبدا ولا هذا هو الخلاصه العامه ديال هذه الجامعه. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.